خلص ماتشات منتخبنا قدمنا مباريات دفاعيه على اعلى مستوى، يعني ما استقبلناش غير يمكن هدف وحيد لو الذاكره وفكروني كده، ما استقبلناش غير هدف وحيد في مباراه المغرب. كوت ديفوار ما قدرتش تسجل، المغرب سجلت فينا هدف وحيد، الكاميرون ما قدرتش تسجل، السنغال كلاكيت اول مره في النهائي ما قدرتش تسجل، صحيح حسمت البطوله ضربات الترجيح، لكن في النهايه 120 دقيقه ما قدروش يوصلوا لان هم يسجلوا في مرمى منتخب مصر. وفي مباراة القاهرة برضو رغم القوة الهجومية الضاربة اللي بيملكها منتخب السنغال ما قدرش انه يسجل فيه. شايف انه منتخب المصري قادر على الصمود دفاعيا في مواجهة السنغال على ارضها في ملعبها وسط جمهورها؟ اتمنى ذلك، ولكن لو سيبنا نفسينا ان هم يحطونا تحت ضغط، لا مفيش فرقة بتستحمل ضغط. أيوة. ضغط دفاعي مفيش فرقة تقدر تستحمله، لان اكيد هيبقى فيه اخطاء. ولكن احنا مهم جدا عندنا في الماتشات اللي انت عايز تدافع فيها قدام فرقه قويه، مش الدفاع بس، مش هو ده، لا انا ممكن ادافع بطرق تانية. طرق تانية اللي هي ايه؟ استحواذ على الكوره. ما طول ما الكوره معايا انا في حاله دفاع، مش هيجي فيها جول، بس ازاي امسك الكوره وازاي يبقى عندي استحواذ جيد واقدر ان انا ما افقدش الكوره بسرعه، دي نمره واحد. سرعه الارتداد زي ما قلت لك من الناحيه الهجوميه للناحيه الدفاعيه والتمركز الجيد. احنا دايما يعني فرقتنا وصلنا ان احنا بنعمل حاجه واحده بس، ايه هي؟ بندافع كويس. أيوة. عندنا لسه شويه قصور في النواحي الهجوميه، متفقين. نعمل ايه عشان يوم الثلاث نريح الديفنس بتاعنا شويه؟ وبعدين في مبدا في الكوره بيقول لك طول ما الكوره في نص ملعب الفريق المنافس اللي انت بتلعب قدامه مش هيجي فيه جوان. فازاي ان احنا ننتقل من الناحيه الدفاعيه من نص ملعبنا، نحط الكوره في نص ملعب فرقه السنغال، وازاي نحافظ عليها بين رجلينا ما نفقدهاش بسرعه؟ طبعا الكلام ده ما بيجيش في يوم وليله.